محطتنا التالية من عالم الفن والدراما وآخر الأخبار من كواليس الأعمال السورية وغيرها. أكيد كل هالتفاصيل والأخبار رح نحكي عنها ونتعرف عليها أكثر مع ضيفنا بالاستوديو الصحفي وائل عدا، الصحفي مختص بالشأن الفني. سعد صباحك وائل. صباح خير، سعد صباحكم، صباح خير لكل السادة المشاهدين، وصباح خير للأخبارية السورية. اشتقنا لنا زمان. لك زمان يا سعد صباحك. دائما في بجابتك مجموعة من الأخبار الفنية. خلينا نبلش بالخبر الأول، عنا الفنانة الكبيرة سوزان نجم الدين وعودتها للدراما المصرية. تماما. هلا النجمة سوزان نجم الدين، طبعا انا مسؤول اعلامي النجمة الكبيرة، هي السنة الماضية غابت عن الدراما المصرية، هالسنة بدها ترجع بعملين. العمل الاول هو الجزء الثاني من مسلسل فضاة عظماء، والمسلسل الثاني هو قصر العشاق. طبعا هي غابت عن الدراما المصرية بسبب تواجدها بالدراما السورية. تماما، يعني هي شغلت بالدراما السورية ولذلك غابت، ولا هي دائما متواجدة عم نشوفها بالدراما السورية والمصرية بآن واحد. يعني المسلسل الثاني هو قصر العشاق، بضم عدد كبير من نجوم الدراما المصرية، هي السورية الوحيدة بالعمل. طبعا ونحن عم نلاحظ انه سوزان نجم الدين عم تقدر تعمل عن جد بصمه كثير كبيره بالدراما المصريه، يعني هي بمصر مثل هون كمان نجمه صف اول يعني، ودائما اسمها مطلوب بكل الاعمال. طبعا هي تزرت عن عدد من الاعمال كمان، يعني هي دائما كمان انتقائيه بالنص، ما اي شيء عم نعرض عليها عم تشتغله. وطبعا هلا عم نشوف نحن مسلسل شوق اللي هي عم تأدي فيه شخصيه معقده ومركبه جدا، يعني شخصيه روز اللي هي الحامل الاساسي عم شوفها للعمل، عم شوفها قديش عم تحمل عذابات، يمكن عم تمثل السوري اللي عم يعيش هيك لحظات يمكن من الحزن بسبب هاي الحرب. بس بالنهايه لنشوف انه كيف ممكن النهايه، يعني انه دائما نحن عندنا بريق امل انه ان شاء الله باذن الله الازمه بدها تنتهي ونرجع نعيش مثل اول بامان وسلام. يعني هي الشخصيه هي بتمثل سوريا. بنفس الوقت كمان عم تدرس يعني عدة عروض سوزان نجم الدين، يعني هي ما اكتفت بالعملين المصريين، يعني ربما قريبا ممكن توقع كمان مسلسل سوري، بس ما في شيء اكيد لسه، يعني احنا ما بنعلن عن الاسم لحتى يتم التوقيع بشكل رسمي. هلا هدول العملين، يعني العمل شوق حيكون برمضان، فضاة عظماء الجزء الثاني برمضان، ربما قصر العشاق يمكن يتاجل عرضه لبعد رمضان، يعني لسه كمان ما في شيء مؤكد. يعني دائما الفنانه سوزان نجم الدين عم بتحقق بصمه كثير كبيره بالدراما السوريه، بنتمنى لها كل التوفيق بكل اعمالها. اكيد اكيد هي بتستاهل، ومن خلالكم كمان بوجه لها تحيه، وهي من فتره كمان كانت ضيفتكم بنفس هذا البرنامج. اكيد اكيد ان شاء الله. وهي هلا بمصر بدها تخلص تصوير وبدها تسافر على الولايات المتحده الامريكيه لحتى تشوف اولادها، تقضي اجازه وترجع بقى للعمل، ترجع على دمشق لتشوف كمان شو ممكن تشتغل. رح ننتقل معك وائل للخبر التالي اللي اثار كثير جدل، هو مجيء سيرين عبد النور لسوريا ومشاركتها للدراما السوريه. خبرنا شوي عن الكواليس وعن هالاشكاليات يلي حققتها. هلا انا بدي اقول انه سوريا دائما فاتحه ابوابها لكل العرب، يعني ما هي اول مره بتحتضن فيها نجمه لبنانيه. هلا احنا اذا بنلاحظ هي السنه في عدد كبير من نجوم لبنان عم يشاركوا بالدراما المصريه السورية. هي الدراما السورية دائما مقصد لكل العرب والعرب، وهي شرف يعني اكيد لهم، لانه الدراما السورية هي دائما بالصدارة. فمجيء نجمة لبنانية لتشارك بالدراما السورية، يعني انا بلاقي انه امر اعتيادي جدا، يعني ما هي الاولى ولا هي الاخيرة، لانه في مشاركات عربية عم تكون ضمن الدراما السورية كمان في البلد ضمن. تماما. هلا هي عم تمهد الطريق لكثير نجوم، يعني نحن في نجوم لبنانيين ما كنا نسمع فيهم بصراحة خلال هالاربع او خمس سنين، خلال مشاركتهم بالدراما السورية صرنا نحن نشوفهم. هلا سيرين عبد النور من خلال المسلسل اذا بتذكروني اسمه قناديل العشق، لا قبل شاركت في مسلسل كان كتاب تاليف سوري اخراج سوري سوريه، فهي من خلال هذا العمل تقدمت على طبق من ذهب لتكون نجمه بالدراما بعيدا عن الغناء. فسيرين عبد النور اجت بدور فعلا يتطلب ممثله لبنانيه، يعني اذا ما اجت سيرين عبد النور فهي حتكون ممثله لبنانيه اخرى، لانه هي الشخصيه بتحكي عن فتاه لبنانيه جاءت من جبل لبنان، يمكن تعرضت لبعض المشاكل فاضطرت انه تنزح لسوريا، فسوريا من يوم يعني حاضنه الكل اكيد. فكمان نفس الوقت احنا ما فينا كمان ننكر انه اكيد يعني هي مكسب. سيرين عبد النور كمان اسم كبير، يعني انا بحييها انه هي اجت على سوريا، وهي صرحت انه هي ما كانت متوقعه انه تشوف الشام ب
بهالحياة هي، يعني شافت انه طلعت نظرة من برا اكيد بتكون كتير مختلفة تماماً. يعني نتيجة يمكن الضغوطات ونتيجة الاخبار الكاذبة يمكن اللي بتوصل لبرا، لكن اي حدا بقى تيجي لسوريا بالفعل يعني بينصدم بالامر الواقع الموجود صحيح. بسوريا قديش في صمود، قديش في تحدي، قديش في امل، قديش في حياة. يعني هذا دليل انه نحن حربنا عم تكون اعلامية بالدرجة الاولى، يمكن صحيح. هي ربما كانت عم تتابع قنوات اللي لها 7 سنين عم تروج اخبار كاذبة، اجت على الشام شافت انه في امن وامان، شافت السوريين عم يعيشوا حياة طبيعية جدا، شافت انه نحن ما عم نقول ما في حرب، في حرب لكن في حرب. الحياة طبعا. مستمرة طبعا، يعني بس ارادة الحياة بالنسبة للسوريين هي اقوى من كل شيء، وما ننسى انه الجيش العربي السوري هو قدم تضحيات كثير كبيرة، يمكن لولا الجيش نحن ما كنا موجودين هلا. فهي شافت شيء يعني فاجأة، هي اعترفت انه تفاجأت لانه هي اول زيارة الى سوريا في تماما، هي تجولت بالشام، شافت انه العالم عم تسهر، شافت العالم بالمطاعم، تفاجأت فكرت حتجي تشوف غير هيك تماما يعني. وهي هلا حاليا عم تصور بشكل اعتيادي جدا، ما في كواليس، اي كواليس مشاكل عنه هلا ما في كواليس لانه هي ما صلى يومين يعني عم تصور، فيعني لسه ما في كتير كواليس يعني، بس ان شاء الله يعني انا بتأمل حسب ما هيك عم شوف انا انه ان شاء الله المسلسل حيكون على مستوى كتير كبير. طبعا هو اخراج سيف الدين السبيعي، كتابه خلدون قطلان واخراج سيف الدين السبيعي كمان اللي عاد لمنصه الاخراج يمكن له فتره كان غايب. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، واهلا وسهلا بسيرين وبكل الفنانين العرب. اكيد بدنا نوجه تحيه للفنانه سيرين، لكل الفنانين العرب، انه سوريا دائما بترحب بكل الفنانين طبعاً. والدراما موجوده ومستمره رغم كل الظروف. ننتقل معك وائل للخبر التالي حول الفنانه روعه السعدي. تناقلت مواقع كثير من التواصل الاجتماعي والميديا انه هي ممكن تعتزل او اعتزلت، قديش في صحه للخبر؟ هلا هو هذا الخبر كان قديم شوي ورجع هلا العالم تداولته. هي غابت يمكن فتره تقريبا قطعت فتره طويله، هي غابت فتره طويله لاسباب خاصه ما بعرف شو هي طبعا فهي رجعت من خلال الجزء الاول من مسلسل طوق البنات، هذا الحكي قبل 4 سنين. هي نفت انه تكون اعتزلت، هلا عم تجهز حالها لتشارك بالجزء الرابع من طوق البنات. هي مكملة ومستمرة وجاهزة لأي عرض درامي، أبدا ما حتوقف. خبر شائعات طبعا، عم نشوف أنه خلال الفترة الأخيرة في شائعات كتير كبيرة، وبكل أسف عم تطال قامات كتير كبيرة يعني صح. أولهم دوريد لحام وسلافة واخرجي وحتى صباح فخري، يعني القامات الكتير كبيرة طبعا بكل أسف يعني هالشائعات يعني ما يعني ما بنعرف شو السبب اللي عم تخلي العالم عن جد انه تطلب هيك شائعات، يعني بكل اسف عم تنتشر عبر عدد كبير من المواقع، يعني بعض المواقع عم تفتقد للمصداقيه، عم تنشر الخبر دون تاكد من صاحب الخبر. نحن دائما يعني عم نحاول انه نحن ننفي هاي الاخبار بسرعه كثير كبيره. لا برجع بقول انه روعه السعدي هي ابدا ما حتعتزل، هي مكمله وهلا حتصور مسلسل طوق البنات، واكيد اذا اجاها عرض ثاني اكيد تشتغل. خبر شائع كمان بنوجه لها تحية عبر برنامجنا. وإلا في عمل منتظر كتير كبير رح يكون وأطلق البرومو لأنه رح يكون قبل رمضان اللي هو مذكرات عشيقة سابقة، خبرنا عنه وشو سبب إطلاقه قبل موسم رمضان. هذا المسلسل كان أنا المسؤول الإعلامي عنه. هذا المسلسل حينعرض ابتداء من 17/4 قناة OSN المشفرة، كمان على المشفرة، وخلال رمضان ممكن ينعرض على قناة مفتوحة. هلا ليش قبل رمضان؟ يعني نحن عم نلاحظ انه كثير من الاعمال عم تحاول تهرب من الزحمه الرمضانيه، برمضان عم نشوف عم ينعرض حوالي 20 ل 30 عمل، فاكيد المشاهد ما حيلحق يشوف كل هذا العدد الكبير، ما حياخذ العمل حقه، ولذلك يعني بعتبر انه هي حركه ذكيه شوي، يعني هو بخلال شهر نيسان هو حيكون المسلسل الجديد الوحيد رح ينعرض على الشاشات. للكبير هشام شربتجي طبعا، هلا هي كمان عوده لمخرجنا الكبير هشام شربتجي اللي غاب له 4 سنين غايب، اخر عمل كان له المفتاح من 4 سنين. هلا عم نشوف انه هذا العمل طبعا كتابه نورش الشكلي، كمان كاتبه السوريه طبعا المتالقه، عم نلاحظ انه هذا العمل قدر انه يجمع عدد كبير من نجوم سوريا ولبنان، على راسهم نجومنا باسم ياخر، كاريس بشاش، كرام مرتجى، عم نشوف كمان ايضا مشاركه نيكول سابا. يعني احنا بنرجع بنقول انه سيرين عبد النور ما للاولى وليست تمام. الاخيره، يعني عم نشوف نيكول سابا، عم نشوف مي صايغ، عم نشوف طوني عيسى، يعني مجموعه كثير كبيره من اللبنانيين. هلا هو المسلسل سوري لانه هو اكيد التاليف سوري، الاخراج سوري، شركه الانتاج هي سوريه، وتصويره وين راح يكون؟ هلا تم تصويره بين دمشق وبيروت. يعني طبعا بيروت، ليش تصور بيروت؟ لانه
اللوكيشنات مواقع التصوير تحتاج الى أن يكون بيروت موجوده. اجوا صوروا بدمشق، وحاليا هلا مخرج هشام شربتجي عم يصور المشاهد الاخيره، وهن تقريبا يعني انجزوا كثير من العمليات الفنيه، يعني ليكون خلال 17/4 العمل ان شاء الله جاهز للعرض باذن الله، وان شاء الله هيك كمان ينال الاعجاب. اكيد بدنا نوجه تحيه لكل الفنانين اللي ذكرتهم وائل. خلينا نشوف برومو للعمل ونرجع نتابع حديثنا. نتابع معك وائل مقتطفات من العمل. خلينا نحكي عن اهميه هذا العمل وضخامه هذا العمل، ومثل ما قلنا عوده للمخرج الكبير هشام جربتجي بعد انقطاع كبير. طبعا لا تم رصد مبلغ ضخم طبعا انتاجيا، هو العمل انتاجي كمان نوه على شغله من اضخم الاعمال الدراميه هي العام في رمضان، هي دراما سوريه، يعني قديش فيها مفارقه، انت في ظل الحرب عم تقدم تماما عمل صحيح. جدا ضخم. لا بعتقد يمكن لو اي بلد ثاني عم يتعرض لهيك حرب بعتقد كانت دراما ماتت، لكن دراما سوريه هي مؤسسه بشكل صحيح، هي ما لها دراما حديثه العهد. عم نشوف حتى الدراما السوريه عم تقدر تصدر للدرامات العربيه فنانين فنيين، يعني احنا اي مسلسل لبناني اذا عم تلاحظوا عم يكون الطاقم الفني هو من السوريين، عم نشوف المخرجين السوريين عم يخرجوا حتى بلبنان، ليس هربا من الدراما السوريه، ولكن الدراما السوريه تمتلك الكثير من الخبرات. يعني هي مو هجره بمعنى انه والله نحن لا بالعكس، عندنا فائض، يعني عندنا فائض من الفنيين والمخرجين والكتاب، يعني احنا عم نقدر نشتغل بمصر، عم نقدر نشتغل بلبنان، حتى بالخليج، الخليج عم يعتمد على خبرات سوريه فنيه سوريه تماما، ولذلك احنا مو غريب نحن نشوف اعمال هيك ضخمه. فاعتقد هلا قطاع دراما مثل اي قطاع ثاني بسوريا اكيد تاثر، ما بننكر هذا الشيء، ولكن مثل ما عم نشوف نحن الدراما السوريه قادره لهلا انه هي تقارع، يعني اي عمل درامي لا هي كبير هي عم يكون له بصمه سوريه هي الحقيقه، وطبعا مع فارق الامكانيات، يعني نحن اذا بدنا نشوف قديش الخليج عم يرصد مبالغ ضخمه جدا جدا جدا، وعم نشوف قديش الامكانيات اللي عم نشتغل نحن فيها تماما، يعني بنشوف في فارق كثير كبير، بس طبعا لانه بالنهايه الموضوع ما هو موضوع مال، هو موضوع موهبة، هو موضوع خبرة، يعني دائما سوريا هي ولادة بالمواهب الشابة، نحن كل سنة عم نشوف حوالي 10 ل 15 موهبة، فكتير صعب أن نحن نقدر نقارن دراما سورية بدراما لبنانية أو الخليجية مع فارق المستوى الكبير، طبعا مع احترامي لباقي الدرامات. الدراما السورية باقية، يعني وهالسنة بتوقع أنه في كتير أعمال حتقدر تقارع الدراما المصرية اللي هي دائما منافستنا الوحيده، مع احترامي طبعا لبقيه الدرامات، فنحن انه نقدر نعمل هيك اعمال في ظل هالحرب هي، فهذا انجاز كثير كبير، مو انجاز، اعجاز حتى كمان. يعني كمان من بعد يعني يمكن هيك شوي الاقاويل انه الدراما السوريه صارت في تذبذب يمكن بالفتره الاخيره نتيجه الحرب اللي عم تمر فيها، لكن هي عم تثبت بموسم ورا موسم وسنه بعد سنه انه هي عم تحافظ على نفس الوتيره، ويمكن كمان عم تعلى اكثر، بالاضافه لمشاركات ايضا من فنانين من دول عربية. صحيح نحن هلا ما فينا ننكر انه في اعمال عم يتم انتاجها هي ما لها على مستوى اللي نحن على المستوى اللي نحن بنطمح له اكيد، يعني لكن في المقابل كمان عم نشوف انه في اعمال ضخمه كثير، يعني باي دراما بتلاقي العمل الجيد والعمل السيء، يعني مو دائما المطلوب انه كل الاعمال تكون جيده، لا نحن عم نشوف في اعمال جيده واعمال سيئه. ودراما السوريه ان شاء الله خلال رمضان رح تثبت نفسها يا رب. ان شاء الله اكيد وائل رح نتابع حديثنا معك أكيد. مع الاخبار الفنيه، بس في عندنا مجموعه من الاخبار السياسيه، خلينا ننتقل هلا لغرفه الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات السياسيه بسوريا والعالم مع زميلتي كاترين عظيمه. يسعد صباحك كاترين. يسعد صباحك نور. مشاهدينا موجز لاهم الاخبار بعد الفاصل. أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار لمدينة دير حافر و27 بلدة وقرية في محيطها بريف حلب الشرقي بعد القضاء على المئات من إرهابيي تنظيم داعش التكفيري. وقال مصدر عسكري أن وحدات من قواتنا المسلحة تمكنت خلال عملياتها العسكرية المتواصلة في ريف حلب الشرقي لفرض السيطرة على مدينة دير حافر من تأمين 24 كيلومترا من الأوتوستراد الدولي حلب الرقة. ولفت المصدر إلى أن العمليات في دير حافر ومحيطها أسفرت عن تكبيد تنظيم داعش الإرهابي مئات القتلى والمصابين وتدمير عشرات المدرعات والعربات. أكد
أكد نائب وزير الخارجية الروسي جنادي جاتيلوف أن سلال الأربع المطروحة على جدول أعمال الحوار السوري في جنيف متساوية الأهمية ويجب بحثها بشكل متوازن. وقال جاتيلوف إن الجولة الحالية غير سهلة وعملية التفاوض تتقدم بصعوبة بسبب اختلاف مواقف الأطراف من مدى أولوية المواضيع المطروحة للنقاش على جدول الأعمال، رغم أنه تم التوافق على أجندة من أربع سلال خلال الجولة السابقة. وأشار جاتيلوف إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مستعد لعقد جولة السادسة من الحوار، غير أن المواعيد لم تحدد. يحيي أبناء الشعب الفلسطيني في عموم الأراضي المحتلة اليوم الذكرى 41 ليوم الأرض الذي شكل علامة فارقة في مسيرة نضال الشعب. وقد اعتبرت قوى وأحزاب ومنظمات سورية وفلسطينية أن استحضار ذكرى يوم الأرض هو تخليد للشهداء الذين سقطوا دفاعا عن أرضهم ولبطولات الشعب الفلسطيني ونموذج التمسك بالأرض في مواجهة محاولات التهويد رغم إرهاب الدولة الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، وأنه تأكيد على الموقف العربي السوري الثابت تجاه القضية الفلسطينية رغم الحرب الإرهابية التي تتعرض لها. في خبرنا الأخير، طالب مجلس الأمن كل الأطراف في اليمن بالتعامل جديا مع مقترحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل إحراز تقدم بوقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية دائمة وإحلال السلام. وفي تصريحات للصحفيين عقب جلسة مشاورات مغلقة بشأن اليمن، شدد رئيس مجلس الأمن على أن ما يحتاجه اليمن هو التزام الأطراف بالتعامل مع مقترحات المبعوث الأممي لحل الأزمة، محذرا من أن الوضع في اليمن يزداد خطورة. ختام الموجز، الآن نعود لبرنامج صباحنا غير. شكرا لك كاترين. أما هلأ أريج بنتابع حديثنا مع السيد وائل. وائل، خبرنا شوي عن الفنان أيمن رضا وعودته لبقعة ضوء، يعني أول شيء اعتذر وبعدين رجع للمسلسل، خبرنا عن هالموضوع. هلا هو ببداية المسلسل قال أنه أنا حشارك بالجزء 13، بعدين قدم اعتذاره يمكن بسبب أنه بعض اللوحات يمكن ما نالت إعجابه. رجع آخر مرة قال أنه بسبب مطالب الجمهور أنا راجع على هذا المسلسل. وجود أيمن رضا بهذا المسلسل طبعا شيء طبيعي لأنه هو من المؤسسين لهذا المسلسل، إضافة للنجم خوري اللي بكل أسف بهذا الجزء ما رح نشوفه. هذا الجزء احنا نفتقد عدة نجوم، يعني أولهم باسم ياخور وشكران مرتجى وأمل عرفة، يعني ونحن دائما نعرف لو بقعة ضوء دائما ارتبط بهي الأسماء، يعني ارتبطت بهي الأسماء ودائما بنشوف جامع عدد كبير من النجوم. يعني عم نشوف كمان أنه للمرة الأولى عم يكون المسلسل من إخراج فادي سليم. شفنا السنة الماضية سيف الشيخ نجيب، اللي قبله عامر فهد، واللي قبله هشام شربتجي، واللي قبله سامر برقاوي وليس حجه. شفنا انه كثير مجموعه من المخرجين تماما. يعني هلا انا بتمنى انه بقعد ضوء عن جد يعني هاي السنه يكون مختلف. شفنا بالاجزاء القليله السابقه انه في لوحات كثير عم تكون مكرره. هالسنه شو رح يكون مختلف؟ هلا انا اللي متامل شو يكون مختلف، لانه ما بنعرف نحن شو نوعيه اللوحات اللي حتتقدم. يعني صراحه بس جميل النقل الواقع، يعني كمان بطريقه معينه عم يكون هذا بيميز بقعة. هلا هو وين الخطوره؟ الخطوره انه انت عم صرت تتعاملي مع كتاب جدد غير الكتاب اللي تعودنا احنا نشوفهم بالاجزاء الاولى. ما عم نعرف نحن شو الروح اللي هن حاملين، اضافه الى انه فادي سليم هو عم يخرج هذا المسلسل للمره الاولى، كمان هي تجربه جديده بالنسبه له. كمان بنفس الوقت عم نشوف وجوه شابه كثير بهذا المسلسل، يعني عم تعود غياب النجوم. فيا هل ترى هالمسلسل هالسنه رح يعني يعيد القلق لبقعة الضوء ولا لا؟ ما بنعرف. انا بتامل خير وتوقع ان شاء الله انه هذا المسلسل عن جد رح يرجع على قلقه مثل ما تعودنا دائما. هو مائدة دائمة بشهر رمضان تعودنا عليه كل شهر، من الأعمال الكوميدية المحببة ليس في سوريا فقط وإنما بالوطن العربي طبعا على مدار السنة كمان. هو إحنا شفنا أنه كان عم ينعرض هلأ من شهر رمضان لهلأ، شفنا عم ينعرض من الجزء الأول للسادس السابع الثامن وصل للعاشر. هلأ جزء 13 يمكن ضرب رقم قياسي، يمكن أول مسلسل يمكن بالعالم بيستمر لجزء 13. هذا شيء حلو والله أنه أنت تقدري تستمري لجزء 13. مو بس هيك عم يقول
بيقولوا ربما في جزء 14 و15 في استمراريه بس قديش مهم اليوم وائل. يمكن كثير من الطاقات الشابه عم تشارك ضمن مسلسل بقعد ضوء، عم نتفاجئ بمواهب سوريه شابه عم يكون لها تميز والى بصمه كثير كبيره، يعني خلال لوحات يمكن بسيطه عم تكون اللوحه 6-7 دقائق بس في تواجد جميل للوجوه الشابه. هل هذا الشيء الجميل والمميز بهذا المسلسل؟ عم نشوف انه عم يحتضنوا خريجين المعهد العالي للفنون المسرحيه، عم نشوف تقريبا كل الخريجين بهذا المسلسل، اضافه الى ايضا المواهب الشابه غير اكاديميه كمان عم نشوفها بهذا المسلسل. يعني جميل انه شركه الانتاج عم تعطي فرص كثير كبيره للشباب، لانه المواهب الشابه بحاجه للظهور بهيك عمل كبير ومتابعه جدا، يعني وهو من اهم الاعمال الكوميديه بسوريا بالوطن العربي. ان شاء الله خير يا رب، اتمنى يكون انه هالمستوى هالسنه على مستوى عالي ان شاء الله باذن الله. كمان وائل، شو عندك اخبار عند كواليس بعض الاعمال يلي ان شاء الله رح تعرض برمضان القادم؟ يعني احنا حكينا عن هشام شربتجي، هشام شربتجي ما حكتفي بعمل واحد، بعد غياب 4 سنين في عمل ثاني هو ازمه عائليه، مسلسل كوميدي. نحن تعودنا على هشام شربتجي نشوفه بالكوميديا، وهو احد اهم صناع الكوميديا بالوطن العربي، هو كمان احد المؤسسين. يعني مين بينسى عائله 5 نجوم 6 نجوم جميل وهناء وكثير من المسلسلات. هلا عم يرجع بمسلسل ازمه عائليه اللي هو اخراج اللي هو بطوله رشيد عساف ورنا شميس، اضافه طبعا لعدد من النجوم. هذا العمل طبعا حينعرض خلال شهر رمضان على الشاشات المحليه وايضا كمان بعض الشاشات العربيه. في مسلسل كمان ثاني، هو هذا طبعا انتاج مؤسسه العمل الانتاج الاذاعي والتلفزيوني. عم شوف في مسلسل ثاني بطوله عباس النوري اللي هو ذكروني باسمه، ذكرت ضيفه ذكرت ضيفه كثير، ترجمان الاشواق. هو اخراج محمد عبد العزيز بتجربته الدراميه الاولى، هو طبعا له الكثير من الافلام السينمائيه للمره الاولى عم يجرب يخرج دراما. هلا هذا العمل بكل اسف يعني ممكن انه ما يلحق لرمضان، ممكن يكون عرضه لبعض رمضان، هذا الشيء مؤكد. هذا مكسب للجمهور اكيد، يعني ممكن هلا هو يعني مهم انه يكون هيك تواجد مثلا، خاصه انه بطوله نجم كبير هو عباس النوري. ولكن مثل ما قلت لك كمان يعني القنوات عم تطلب الدراما السوريه خلال رمضان وبعد رمضان، يعني ما هي مشكله. هو وين بتفرق؟ بتفرق بصراحه السعر، السعر خلال رمضان خلال العرض الذروه، يعني في بورصه بتصير تماما، هو فعلا بورصه، يعني فعلا بورصه درام، في بورصه دراميه حقيقيه عم تكون. فبعد رمضان لو حتى كان عرض اول فهو السعر اكيد حيكون اقل، ولكن بيكسب عدة فرص للعرض، يعني ممكن نشوفه بأكثر من قناة بعد شهر رمضان. في مسلسل لست جارية إخراج ناجي طعمي اللي السنة الماضية ما قدرنا نشوفه، حسب ما فهمت كمان هو إنتاج مشترك يعني بين مؤسسة الإنتاج الحكومية ومؤسسة خاصة. نحن حسب ما فهمت أنه كمان إن شاء الله وأخيرا يعني حنقدر نشوفه سير النور على بعتقد شاشة محلية وشاشة عربية. هلا ما فينا شيء نأكد، نحن قبل رمضان بكم يوم ببين معنا العروض، يعني هلا كله عبارة عن مداولات يعني، ودائما في مفاجآت طبعا. قبل شهر رمضان بدنا نتشكرك الصحفي وائل عدس على مجموعة من الأخبار الفنية، ونوجه تحية لكل الفنانين السوريين. أكيد. الأسماء الكبيرة اللي ذكرتها المتواجدين بالبلد طبعا. عم يدعموها، لأنه الفنان السوري مقاتل على الأرض السورية مثله مثل الجندي السوري، عم يحاول يثبت ويعبر عن إرادة يمكن الحياة في سوريا. بدنا نتشكرك على وجودك معنا. شكرا، شكرا كثير لكم، وبدي حيي كمان من خلالكم الجيش العربي السوري اللي إن شاء الله هيك دائما بنشوفه منتصر، وإن شاء الله نهاية الأزمة على إيده بإذن الله. ان شاء الله. شكرا كثير لك الصحفي وائل عدس، وان شاء الله دائما بتتحفنا هيك باخبار جديده عن الدراما السوريه اللي دائما عم تحقق تألق.